طلبنا ساعة على المستوى السياسي أنه مش معقول أنه تونس تواصل يحكمها شخص ويقررها شخص ويستفرد بالحكم شخص. اثنين، على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، راك تشوفوا في وضعية التوانسة عمرها ما وصلت البلاد، بيطالة عمرها ما وصلت، انقطاع مواد أساسية ومواد غذائية، انقطاع الكربيرون تو اشتاق في البلاد جملة، خلاء غير مسبوق غير تاريخي في الأسعار، انهيار المقدرة الشرائية، توقف العملية التنموية بالتمام والكمال، توقف العجلة الاقتصادية بالتمام والكمال. اي فاش نستناو على مستوى الحقوق والحريات، شوفوا قاعد يعمل في القضاء، كل ما يقوم به قيس سعيد غلط، كل حركة يقوم بها غلطة، كل حركة تزيد تقرب تونس من الهاوية. تقريبا لم يعد هنالك اي مؤسسه رقابيه، اي مؤسسه دستوريه، يوجد حكم واحد وهو حكم سعيد، حتى معناتها الحكومه غير قادره انها تصحح مع لفامي او قادره انها تجيب الاستحقاقات الماليه اللي البلاد مستحقتها، على خاطرها بالقانون هذايا 117 ما تنجمش. يعني نحن غارقين سياسيا تحت حكم الدكتاتور، وغارقين في ازمه اقتصاديه خانقه، الدكتاتور مش قادر حتى يجيب لنا لا قمح لا ايسونس لا حتى شيء. يعني اليوم نقولوا له لا للتمشي هذايا الدكتاتوري، ولن نتركك تعبث بقوت التونسيين والتونسيات، لانه الفلوس في عوض تمشي للزيت وللسكر ماشيه للاستفتاء. تنتقل من الأزمة إلى الكارثة الوطنية، كارثة اقتصادية واجتماعية وأيضا عزلة سياسية على مستوى العالم، وميزانية بلا موارد، وتونس مصنفة ضمن الدول المهددة بالانفجار الاجتماعي وبالمجاعة. نحن هنا لنقول بأننا ما زلنا على العهد رافضون للانقلاب. ثاني شيء، نحن هنا لنقول بأننا متضامنون مع السيدات والسادة القضاة. وثالثا، نحن أيضا هنا لنقول بأننا ضد استفتاء قيس سعيد. اليوم كما ريتوا الزخم هو نفسه، بالعكس يعني فما أطراف جديدة انضافت إلى هذا الحراك الشعبي، والمسار متواصل إلى حد إسقاط الاستفتاء، ونحن نفسنا طويل ولن نخشى شيء. أبسط مسألة سياسية لا تحل بإيه أو لا، لأن المسائل السياسية كلها مسائل محورية لمصير أمة كاملة، وعلى هذا الأساس المستوى الابتدائي نتاع إيه أو لا نتاع رياض الأطفال، الشعب التونسي قفز في هذه العشر سنوات، أصبح شعب بأتم معنى الكلمة يريد أن يحقق مصيره بما أمكن من الحرية. نحب مباشرة انتخابات رئاسية وتشريعية.